السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم في صنوان. ضيفنا وضيفكم شاعر وناقد واسم لافت في مشهدنا الثقافي، عمل على مشروعه الإبداعي في كتابة القصيدة بكافة أشكالها، واشتغل على مقارباته النقدية ذات العمق المعرفي والوعي المستنير. له بصمته وحضوره في عالم الشعر والسرد، شاعرا مبدعا وناقدا حصيفا بمختلف الأشكال النقدية والأنساق الشعرية. ضيفنا هو الناقد والشاعر الأستاذ محمد الحرز. البحر هو الفاصل الحقيقي الذي جعلني أرتاب كثيرا من الحياة نفسها. تصور أني أرتاب من الجمهور كثيرا بسبب هذا الخوف. لم أدرك لحظة هذا التناقض إلا لاحقا. في شخصيات عشتها في الكوت، كاركترات ليس فقط روائية وإنما تتحول إلى أفلام. فكرة التعايش فكرة لم تتحول إلى نوع من التأمل والدراسة إلى الآن. والإنجليز أوجدوا شركات كبيرة جدا وجعلت من البحرين موئل التجار والحياة المدنية. حياك الله. هلا والله وسهلا وألف مرحبا وفرصة سعيدة أن ألتقي بك أستاذ جابر في برنامجك صنوان، وهذه من محاسن الصدف الجميلة أن ألتقي بك. طيب دعني أقلب صفحات البدايات. محمد الحرز الأحسائي السعودي الأصل، البحريني المولد. كيف جاءت؟ هل عائلة الحرز تمتد من الحسائل البحرين والخليج؟ حقيقة السواحل الخليجية، الساحل الخليجي الممتد من عمان إلى البحرين إلى الكويت إلى الأحساء البحرين، هذه جغرافية واحدة. دائما يقال بأن الروابط العائلية روابط دائرية، بمعنى أن على امتداد ما بعد القرن الثامن عشر إلى القرن التاسع عشر إلى القرن العشرين كانت العوائل مترحلة تتبع تتبع الزراعة، الخصب الزراعي، خصوصا الموجودة العوائل على البحر. لذلك أعتقد أنا عائلتي انوجدت وترحلت بسبب الظروف الاقتصادية التي كانت الجزء الأكبر من همها وتنقلاتها. لذلك أنا ولدت في المحرق تحديدا، في ولا نقول التاريخ طبعا، لا تاريخ لي، لكن في السبعينات عشت فترة، وكانت في البحرين في تلك الفترة مزدهرة اقتصاديا، بمعنى كان الإنجليز أوجدوا شركات كبيرة جدا وجعلت من البحرين موئل التجار والحياة المدنية. لذلك كان جدي لوالدتي من التجار البشوت، نقول عليهم المشتهرة بها الأحساء، صحيح. فكان يتاجر ولا يستقر في مدينة واحدة، إنما انتقل من البحرين ومن ثم دبي، عاش في دبي فترة حسب توجه التجارة وين تكون. لذلك هذا التنقل الذي عشت فيه ما بين المدينة ما بين الأحساء وما بين المحرق كانت فترة الطفولة جميلة. وهذا يعني سؤال يا أبو فراس. الواحد أو الشخص يستقي الينبوع الأول من ذات المدينة. أنت بين الأحساء بنخيلها وعيونها وواحاتها وبين البحر والجزر ويعني البيئة المختلفة، كيف تشكلت هاتين الصفتين أو هذين المكونين في شخصية الطفل محمد الحرز آنذاك؟ حقيقة من 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 أنت من بحر ولا من واحات؟ الأشياء المهمة، من الأشياء المهمة ربما تكون الطفولة هي المنبع الحقيقي للمبدع، ولا يدرك المبدع
هذا المنبع وأهميته إلا لاحقا عندما يكبر ويشعر بأن هناك منبع يشبه الألماس والذهب. نعم. يجب أن يفكر فيه بحرية وبعمق أيضا. في السبعينات كنت أسافر مع والدتي أيام العطل الصيفية أو أيام العطل، تذكر أيام العطل الصيفية ثلاثة أشهر يعني وأكثر وأكثر. فكنت دائما أتنقل ما بين هالمدينتين. عندما أتذكر الآن هذه الحالة أشعر بأن البحر هو الفاصل الحقيقي الذي جعلني أرتاب كثيرا من الحياة نفسها، من عمق البحر ومخاطره. يعني البحر، غموض البحر، ما وراء البحر، ما يخفيه البحر من مخاطر، شكل هاجس عند محمد الحرز. طبعا طبعا طبعا، وخصوصا مسألة العمق. بالنسبة لي مسألة العمق جزء حقيقي من تشكل الطفولة، لأني في تلك الفترة انظر إلى طفل يظل في البحر ثلاث ساعات ويتأمل البحر ويتأمل الضجيج حول البحر وأصوات البحر. هذه ترسخت في أعماق، في اللاوعي، في اللاوعي والوجدان، وتحولت لاحقا إلى هواجس، فيه نوع من الخوف طبعا، وهي يعني مكتوبة في قصائدك هذه الهواجس. وجدت مكتوبة. من يقرأ محمد الحرز جيدا يقرأ في نصوص محمد الحرز هذه الهواجس بالضبط. وأيضا أضيف لك إلى نقطة، أن تصور أني أرتاب من الجمهور كثيرا بسبب هذا الخوف، لم أتخلص من الخوف من الجمهور. ومع أنك تلقي بشكل جيد في الأمسيات، ربما الأمسيات تخلصت الأمسيات جزء منها، لكن في الحياة الاعتيادية اليومية يقال بأني خجول. أعتقد مع أن الشعر هو علاقتك مع الآخر، صحيح وينبع من الذات، لكن هو تماسك مع الآخر، مع طبعًا الجمهور، مع طبعًا الناس. طبعا طبعا. وأعتقد يقال بأن الشخصية البحرية هي شخصية متقلبة المزاج، وأعتقد أنا جزء من التقلب. طيب، دعنا نقلب أبو فراس في صفحات البدايات. مدينة الهفوف بالأحساء، حي الكوت أول شيء. أنت كتبت في الديوان الأول رجل يشبهني قصيدة في هذا الحي، توقف مع هذا القصيدة. حقيقة كنت أتساءل فترة من الفترات أن أبائنا وأجدادنا اللي عاشوا في الكوت واستقروا سنين طويلة، وعندما أرجع إلى آثار البيوت الطينية الموجودة أشعر بأن هناك تاريخ عميق من الحياة التي عاشوها، ولكننا لم نستطع أن نقاربها بطريقة أكثر شاعرية وأكثر استلهاما لهؤلاء الأجداد. لا أعلم هل هو بحكم أن ثقافتنا ثقافة شفهية تتداول عبر الألسن فقط وليس عبر الكتابة، أم أن الآباء والأجداد تركوا فينا الشرخ العميق، وهذا الشرخ لا يمكن أن نتحدث عنه بسبب قربه من الوجدان. لذلك خطرت في بالي أن أنظر بجميع حواسي. في فترة من فترات كنت مهموم بكتابة الأمكنة في فترة التسعينات، وكانت أقرب الأمكنة هي مكان الطفولة، الحي. أي فكالحي، فنحن نملك بيت في نسميه مدخل الكوت، كان جدي يعني من تجار الكوت وبشوت وتدري تجار، فكان يملك بيت كبير جدا نسميه دهليز، أول مدخل الدهليز. ترى الآن في بشوت مكتبة الحرز. اي طبعا، جدك هذا. اي جدي كان من اهم يعني ضمننا بشت الان هديه. لا انتهت الحين تجاره، انتهى. طيب نعود للمكان الكوت والقصيده. القصيده حقيقه كتبتها بعد ما تاملت هذا المكان الطفوله، وكانت فكرتها اذا حبيت تسمعها اكيد. طبعا القصيده طويله، ساختار جزء من القصيده بعنوان نبض يتنصت. قيل لنا أن الآباء الراحلين أدخلوا البيوت والطرقات في نومنا، فأطبقنا عليها الأجفان، ثم أزاحوا قليلا من الوسادة عن أكتاف النخيل، تاركين
القسوة نجمة تندم في السماء، وبعضا من الأيدي السادرة في الرجفة تلمع بجانبنا مثل وميض يتلاشى ببطء في الحدقات. هؤلاء الآباء تركوا حكاياتهم في كلامنا حقولا من الصمت، وكلما أورق عشب الكلمات على ألسنتنا وطال أخذوا مناجلهم ومضوا يحررون الجذور ويسدون مجرى المياه، ثم يطلبون من الصمت أن يغادر حقوله على عجل. هؤلاء هم الآباء، وكأن الحكاية انتدبتهم للعبور إلى هاوية تتكسر على حوافها الأصوات المجروحة بنصل الفراغ، والغبطة التي كانت الأمهات يحملن جرارها على السواعد عندما يمضين في الأزقة بالمساءات الناعسة مخلفات وراءهن آثارا لا تستقر على الأرض، تشبه الريش الذي يتساقط حينما نطير الحمامة من سطوح منازلنا الطينية. الله، جميل أبو فراس. الله يعطيك. فراس، مجددا حياك الله معنا في هذه الجولة. الله يحييك حبيبي. في الرياض التي تحبها وتعشقها. أكيد أكيد، بالتأكيد، وخصوصا في هذه الفترة اللي أسميها العصر الذهبي لمدينة الرياض. طيب، علاقتك بالكتاب والكتب علاقة وثيقة جدا، وإن كانت العلاقة بدأت بالتهريب. هذه تهمة قديمة يا أبو فراس، كنت تهرب الكتب أو تدخل الكتب الممنوعة عن طريق البحرين. طبعا كانت ممنوعة لأشياء كثيرة، ضوابط إعلامية وفكرية ثقافية، لكنها كانت كتب ثقافية وكتب وروايات. أي بالضبط، حقيقة عندما أنشئ الجسر 86، جسر الملك فهد، كانت الفرصة سانحة نجلب كتب البحرين. تعلم البحرين كانت مصدر حقيقي لثقافتي على الأقل، احنا ابناء الشرقية. صحيح. في حادثة طريفة أدل لك على كيف كان جلب الكتاب من الصعوبة بمكان. كان الله ذكره بالخير الشاعر علي الشرقاوي البحريني عنده مكتبة، زوج الشاعرة فتحية العجلان. اي بالضبط. كانت عنده مكتبة في مدينة عيسى، وأعتقد كانت هي مصدر للمثقفين في الشرقية. كنت أتصل به وأطلب من كتاب ويجهزه من المغرب العربي، كان المغرب العربي مصدر حقيقي لنا في التسعينات. أتذكر طلبت من مرة كتاب حق كلود ليفي شتروس والني والمطبوخ، وكان مو متوفر، فقال لي أوكي بطبع لك وتعال اختي مصور. مصور، تدري يعني تصوير، ترى كلها في ذيك الفترة كانت كلها تصور الكتب يعني. أي لأن الكتاب نادر. ولا فأخذت من رحت البحرين أنا والعائلة، كنت معي أطفال صغار وزوجتي، وخذت الكتاب على أساس إنه إذا كان في الجمرك في العائلة ما يكون سهل. سهل يكون. تغضون شوي. إيه تغضون شوي، لكن للأسف أول ما شفوه خذوه وصادروه. فتصور من حاجتي للكتاب بعد شهرين يمكن طلبته مرة ثانية. قال لي كيف؟ قلت له صوره لي مرة ثانية عشان أجي أخذ. وخذته ومر. عبرت الجسر. طيب أبو فراس، في طروحاتك وكتاباتك ومقالاتك كنت تتحدث عن تسامح المجتمع الإحسائي، وأن هذه سمة أصيلة في هذا المجتمع، قبول الآخر على المستوى المذهب وعلى المستوى الثقافة وعلى المستوى المكون أو النسيج بشكل عام.
وأن التشدد والشقاق والتطرف كان يعني قضية يعني عابرة وغير أصيلة في هذا المجتمع. أعتقد فكرة التعايش فكرة لم تتحول إلى نوع من التأمل والدراسة إلى الآن، لأن مسألة التعايش هي جزء من صميم الشخصية الإحسائية، ولا أقل من صميم الشخصية التي تنتمي إلى سواحل الخليج العربي. ودائما أقول كل شخصية لا ترتبط بالتطرف ولا ترتبط إلا بالتعايش والتسامح هي دائما متحولة في روابطها الاجتماعية، في روابطها الاقتصادية، بمعنى لا تستقر في منطقة وإنما دائما مترحلة. ودائما المترحل عنده نوع من التسامح في شخصيته، وهذا عامل ويتماس مع مجتمعات جديدة ويكون علاقات جديدة. دائما الإحسائي ويضيف ويكتسب يعني بالضبط. لذلك لما تنظر إلى الشخصية الإحسائية هي أشبه بالإسفنجة، الإسفنجة التي تمتص كل العوامل الاجتماعية لبلدان أخرى. ولذلك الإحسائيين يعني مترحلين في مناطق كبرى، ممتدين من البصرة إلى العراق إلى لبنان، تجدهم موجودين في كل المنطقة. هذا من أهم العوامل اللي تجعل من الشخصية الإحسائية شخصية متعايشة، لأنها جزء أساسي من تجربته في الحياة. جميل. طيب أبو فراس، في الإحساء أيضا نعود بالذاكرة إلى منتدى أو مقهى الرصيف. كانت هناك ثلة جميلة من الشباب. ماذا بقي في ذاكرة محمد الحز عن ذلك المنتدى وتلك أو ذلك المقهى؟ ومن بقي من تلك الأسرة الجميلة، ومن ذهب ولم يعد؟ حقيقة تجربة الرصيف علمتني شيئين. الأول، خلنا نحدد، هو منتدى ولا مقهى؟ لا، مقهى. هو الرصيف مقهى تحديدا كان في شارع يسمونه شارع الثريات، وهو من الشوارع المستحدثة. وكان في هذا المقهى أول مقهى موجود فيه، نحن جلسنا قبل 30 سنة تقريبا وأسسنا، ليس تأسيسا بالمعنى التأسيس وإنما جلسة عفوية. من كان معك يا أبو فراس؟ هم فلة من الأصدقاء، جاسم الصحيح، الشاعر عادل الرمل، الشاعر عبد الوهاب بوزيد، الأستاذ محمد بناقة، يكون أنسى شخص واحد، جزء من الشباب كانوا تجمعهم الصداقة، ومن ثم يجمعهم الاهتمام بالأدب والفكر. فكانت الجلسات تمتد إلى 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 ساعات طويلة في مساءات يوم الجمعة. يعني كان يوم واحد في الأسبوع. كان يوم واحد في الأسبوع مساء يوم الجمعة. وكنا حقيقة بعد هذه السنين تعلمت قدسية الصداقة من أصدقاء عزيزين جدا علي، بعضهم ترك الأدب وبعضهم استمر مثل جاسم، لكن تبقى الصداقة، وإلى الآن نحن نجلس تبقى الصداقة هي الأفضل. وعلمتني شيء كثير في الحياة، تجارب مرت علي. طبعا لم يعد المقهى موجود حاليا. لا، لم يعد موجودا بالتأكيد. طيب أبو فراس، المعلم والناقد والشاعر والمفكر والأديب، دائما في الشخصية الإحسائية حب للأغنية. طبعا الإحساء ولادة على مستوى المسرح وجمعية الثقافة والفنون، هناك نشاط مسرحي مهول وهناك أسماء مهمة جدا في هذا الجانب، لكن دعني في الأغنية. وأنت المسكون بحب محروس الهاجري وحب صوت علي عيسى الإحسائي وطاهر الإحسائي ونجوم آخرين في المشهد الإحسائي الغنائي، دعنا نتجول في هذا الجانب في الغير المعروف في عند الناس على الأقل، في محبة محمد الحرز للفن الإحسائي والأغنية الإحسائية. حقيقة الصوت الشعبي اللي انطلق على لسان عيسى الإحسائي، ومن ثم تهذب هذا الصوت على حنجرة محروس الهاجري وكثيرين طاهر الإحسائي، أعتقد خدموا الإحساء بأصواتهم خدمة جليلة جدا.
أعتقد عيسى الأحسائي يمثل صوت الطبقة الشعبية للناس الذين عاشوا حياتهم بطريقة أكثر بساطة، ولذلك جاء صوته صوت عفوي، لا يعرف القراءة ولا الكتابة، ولكنه صوت يعبر عن الشخصية الأحسائي، ولذلك أحبوه. وأيضا لم يتطرق إلا إلى الناحية الاجتماعية. تصور أن كل حارة ذكر فيها من أغاني عيسى الأحسائي، ولذلك أرخ كثيرا للتاريخ الأحسائي في الطبقة الشعبية. ولا ننسى دور الجنوبي والجنوبي الشاعر الشهير وعلي القحطاني، مجموعة من الشعراء اللي بالضبط اللي قدموا نصوص جميلة. بعد جيل محروس الهاجري، عبد الرحمن الحمد، جواد الشيخ، سكروا ثلاثي حقيقي في تطور الأغنية الأحسائية، ومن ثم الخليجية. جاء جيل آخر أيضا، رابح صقر، الملحن ناصر الصالح، الآن الدكتور إبراهيم الدخيل، حقيقة أعطوا للأغنية السعودية أيضا نكهتها الخاصة رغم وجود التراث الأحسائي في قلب هذه الألحان، وهذا جزء حقيقي من تطور الأغنية ومساهمتها في الأحسائي. أستاذ محمد، نعود مع الشعر ومع علاقتك بالقصيدة النثر تحديدا. أنت بدأت ربما في نهاية الثمانينات الميلادية أو أوائل التسعينات الميلادية، من كان الجيل الذي كان مع محمد الحز في تلك الفترة؟ في تلك الفترة نهاية الثمانينات وبداية التسعينات كان أغلب مجايليني من كتاب القصيدة العمودي، يعني كان الجو العام في الأحساء جو يغلب عليه الكتابة التقليدية، وكان منبع هذه الكتابة أو الحافز للكتابة كانت المناسبات الدينية في الأحسنيات على سبيل المثال، والمناسبات الدينية موجودة بكثرة في الأحساء، والمناسبات الرسمية للدولة بعد يعني، وأيضا العمودية هي طبعا تصدر المشهد يعني. هذا الرافد آخر جعل من قصيدة التقليدية هي المسيطرة على الساحة. لكن لو سألتني ما هي الدوافع التي جعلتني أنتقل من القصيدة التقليدية إلى القصيدة الحداثية، هذه طبعا لها مسار آخر ومختلف. الكثير يتحدث معي ما هي الأسباب التي جعلت محمد الحرز أن يكتب القصيدة النثرية في حين الجو العام جو تقليدي لا يوحي إطلاقا بأن هناك تحولات. صحيح. أنا بالنسبة لي حصلت لي الفرصة الكبيرة عندما تعرفت على أستاذ أحمد الملا، أستاذ عبد الله السفر، أستاذ إبراهيم الحسين، هؤلاء كانوا سبقوني في الكتابة إلى القصيدة الحديثة. هذا الجو نبهني إلى أشياء كثيرة جدا. أول حاجة أن راهنت على أن التحول الثقافي لا يأتي فقط وأنت جالس في مكانك، يجب أن تذهب إلى عواصم الدول العربية وتنظر ماذا يحدث فيها. لذلك في تلك الفترة كانت عندي رحلات كثيرة إلى 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 بيروت، إلى دمشق، جرش أيضا في الأردن، طبعا جرش، أقلها العراق ما كنت في تواصل معه، لكن هذه فتحتني إلى أن هناك عالم مختلف من الكتابة في العالم العربي، وخلعت عباءة الشعر التقليدي أو الشعر الخليلي والعمودي تماما. خلعت بقرار صعب حقيقة بالنسبة لي، لأني كتبت الكثير من الشعر العمودي ولا زالوا بعض الشباب محتفظين بالكتابات، لم أتبرأ من على الإطلاق، ربما يوم من الأيام أستعيد الكتابة، أعتبرها طفولة الإبداع لازم أن تمر تستعيد بهذا. أعتقد أن محمد العباس والأستاذ شوقي بزيع تحدثا عن ما يسمى أو ما يشبه الردة نحو القصيدة العمودية.
لا لا انها بدات تعود تاخذ شكلها، يمكن موقف متطرف نوعا ما، لان حتى كلمه الرده هذه لغه اصطلاحيه دينيه تفرض على الشعر، والشعر بعيد عن هذه المصطلحات. انا بالنسبه لي ان الحريه هي اساس الكتابه، وان الاشكال الشعريه تتجاور مع بعضها البعض وتعيش مع بعضها البعض، وبالتالي لا يمكن ان تلغي جانب من جوانب الكتابه. الكل، المجتمع الكل محتاج إلى الكتابة، وأذواق الكتابة مختلفة عند الناس وظروفهم مختلفة، من يكتب العمودي، من يكتب الشكل السردي في الكتابة الحديثة، الكتابة الحرة، الكتابة قصيدة نثر، وهكذا. طيب، من كان في جيلك على مستوى المملكة في تلك الفترة، يعني الذين بدأوا في التماس مع قصيدة النثر وبرزوا فيها، من الشعراء والشاعرات؟ في الشرقية عندنا لا زالوا يكتبون، غسان الخنيزي من القطيف، عبد الله وابراهيم الحسين. ابراهيم الحسين شاعر مهم في كتابه القصيده النثريه، من الاحساء طبعا. احمد الملا نفس الشيء. نحن مجموعه في الرياض. من في الرياض تذكر؟ في الرياض يوسف المحميد، يوسف القاص. يوسف القاص طبعا. احمد كتوعه ذكر بالخير. احمد رغم مشاغله وسفر الكثير، لكن كنا نجتمع ونتداول. هدى الداغفك، هل هي من ذات الجيل؟ هدى أعتقد سعد الهمزاني، أعتقد زوجها من جيل الثمانينات مع سعد الهمزاني، لكن هدى في التسعينات بدأت تكتب القصيدة الحديثة. عواض العصيمي هل يصنف مع هذا الجيل؟ وهاشم الجحدلي. عواض طبعا لا، عواض يمكن يختلف تماما، في الشعر النبطي وفي الصحابة وحتى في قصيدة النثر أعتقد كتب عواض. عواض وهذه من فترة ما يكتبه سردين عن الصحراء، هناك مقاطع في كتاباته لو اقتطعناها من كتاباته تعتبر قصيدة نثر، وأنا أقولها يعني بشكل مباشر. طيب أبو فراس، المجتمع الأحسائي كان مجتمعا يعني جاهزا لاحتضان التجربة الحداثية، لم يكن هناك تصادم تيارات أو معسكرات بين القديم وبين الحديث الوافد كما هو في المنطقة الغربية أو في المنطقة الوسطى. يعني كان محمد العلي موجود، وكان فيه يعني هو الأب الروحي لتجربة الشعر الحديث في ربما حتى في المملكة مع فوزي أبو خالد وآخرين. يعني ما كان فيه، كنتم مهيئين لأنه مجتمع متصالح، وكانت المؤسسات الثقافية تحتضن كل الشكلين من الشعر؟ لا، ما كان هناك نشاز بمعنى بالتعبير المجازي حول ما يصدر من أفراد ينتمون إلى الكتابة الحديثة. بالنسبة لي كتبت في المناسبات، وكتبت في بعض المناسبات الدينية والاجتماعية، لكن عندما وعيت إلى أن هناك شكل آخر للكتابة يعبر تعبيرا مباشرا عن الحياة الحديثة، حاولت نوعا ما أن أكتب هذا الشكل في المناسبات الدينية، لكن التجربة بالنسبة لي فشلت، لأن الجمهور لم يتقبل إطلاقا على ذائقة الكتابة الحديثة. والجمهور الأحسائي طبعا أتكلم يعتبر مثلا الشعر كوظيفة اجتماعية مهمة جدا. طيب، علاقة محمد الحرز وجيلك بآباء قصيدة النثر إن صحت التسمية، أو خلنا نقول التيار الحداثي، يتكلم عن محمد علي، يتكلم عن علي الدمياني، يتكلم عن سعد البازي، يتكلم عن عبد الله غذامي، أولئك الذين بشروا أو الذين ساهموا في إعطاء هذا الجنس الأدبي تلك المساحة في ذلك الزمن، كيف كانت علاقتك معهم بالذات في المنطقة الشرقية، أو حتى مثلا بنقاد اللي كانوا في الرياض زي عبد الله غذامي وسعد البازي وآخرين، سعد الحميدي؟ خلنا أصارحك بشكل مباشر، كنا في فترة التسعينات نراهن على، وعندما أقول كنا فهنا مجموعة من ضمنهم محمد العباس، لأن احنا كنا نشكل في التسعينات فكرة واحدة نعبر عنها بطريقة بعض الأحيان تكون فيها نوع من التطرف. حدث صدام في بداية التسعينات مع التيار الحداثي اللي تزعم محمد زعم علي الدميني الله يرحمه، وكان حول التجربة وإنشاء مع مجموعة من مجلة النص الجديد. طبعا النص الجديد
من أهم بالمناسبة الآن هي الآن تعود مرة أخرى طبعا للتشريف وحلة جديدة للتو عادت والوزارة ومع عبد الله الخشرمي وعبد الله من أسماء مهمة شعرا وصحافة عبد الله الخشرمي ورئيس تحريرها صديقنا العزيز أحمد الملا كانت تلك الفترة نراهن على الكتابة الحديثة ليس فقط الكتابة من خلال الشعر وإنما يدعمها ما يسمى بالثقافة المنفتحة للعالم كنا نظن بأن الانفتاح على العالم يتطلب كتابة حديثة أخرى هذا الرهان اصطدم بكثير من ما هو موجود في الساحة الكثير راهن على ما يكتبه جيل التسعينات من كتابة حديثة سوف يسقط لأن الجمهور لا يتقبل وهذا ما حدث في صدام لكن الصفحات حقيقة الأدب الصحافة فتحت لنا أبوابها أتذكر في جريدة اليوم الله يذكره بالخير عبد الرؤوف الغزال كان ماسك الملحق الثقافي كان ملحق ملحق من 8 صفحات وأعطانا مساحة للكتابة خصوصا لما كتبنا عن النقد الحديث حتى ملحق اسمه كان جميل المربد انت قصدك المربدي كان حراك قوي جدا كان محمد العلي هو المظلة الحقيقية الذي باسمه ممكن أن نتحدث ونتطور ونتحاور وكان يقبل القصيدة النثرية ولكن لم نجربها تجريبا يتقبله الناس في الساحة وهذه من المشاكل اللي حدثت في الكتابة في التسعينات وأجبرت الكثيرين أن ينزووا في الهامش رغم أن الهامش كان حقيقة من صالح الكتاب بعض الأحيان وعلى الأقل بالنسبة لي كان الهامش لا يضغط علي في الكتابة فأكتب بكل أريحية دون الإحساس بالجمهور وتجربة مرت بقضها وقضيضها طيب أبو فراس لم يكن لشاعر ينتمي لقصيدة النثر أن يحلم بأن يجد القصيدة هذه بشكلها الجديد بأنها تكون على منصات المسابقات يعني تعرف برامج المسابقات كانت تقدم الشكل الواحد من الشعر وحتى منصات الدولة مؤسسات الثقافية والإعلامية وغيرها كانت تقدم قصيدة القصيدة العمودية أنتم أصبحتم حاليا في واجهة أو ضمن المشهد صحيح لأن هناك مسابقة تعنى تقدمها وزارة الثقافة تعنى بقصيدة النثر هذا يعتبر فتح جديد طبعا مو فتح جديد إلا لأقول أن هناك ليس فقط مقامرة وإنما تخلصنا من الموقف المأساوي الذي عشناه المفارقة الكبرى يا سجاد أن نحن ندعى إلى مهرجانات عالمية يعني في التسعينات إلين 2000 إحنا دعينا إلى أكثر من محفل مهرجانات عالمية في فرنسا على سبيل المثال دعينا إلى مهرجان لوديف الفرنسي أو ست الفرنسي 10 أيام يستضيفون شعراء من أنحاء العالم يتعرفون من خلالها على كل معالم المنطقة السياحية وهذه كانت دعم قوي جدا لكن المفارقة أن لا يصنفون الكتاب هذا شعر عمودي ولا هذا شعر تقليدي لا يحضرون كلهم بالشكل الذي يراه مناسبا للكتابة طيب أبو فراس الشاعر والناقد يعني أنت ناقد وأنت شاعر كالذي يجمع بين الماء وبين النار كيف وجدت هل هنا هل هي ثنائية تكمل بعضها البعض أم من بينها نوع من التضاد والله السبب الحقيقي لو كنت أعلم بأن سوف يؤثر النقد على الشعر لتركت النقد مباشرة لم أدرك لحظة هذا التناقض إلا لاحقا بسبب بسيط سبب أني أملك أو أدعي أني أملك رغبة حقيقية في منافذ الثقافة جميعا الشعر لم يكن طموحي فقط كنت أريد ما وراء خلف الشعر أتجاوز إلى المسألة الثقافية ولذلك الرحلات التي كانت عبر دمشق كانت تعطيني حافز قوي أن أطلع على جميع ثقافات العالم إذا 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 كنت أتمكن منه لذلك شعرت بأن يجب أن يكون هناك نقد مع الشعر طيب أبو فراس دعنا نتوقف مع مقطوعة تختارها لنا وأتمنى أن لا يشوبها حزن والله أنا لا أخفيك يعني
ما أقدر. وردة الأنفاس لا أحمل مهمازا في يدي، أوقظ به شعري من سباته العميق، تركته في الكهف وحيدا بعدما سئمت من هذا العمل. كل ليلة أرمي حجر أو حجرين في بئر نومه ولا ترتفع المياه، تركته وحيدا وجئت إليك بوردة أنفاسه كي أبذرها في حديقتك الإلهية. جئت إليك أنتظر ولادة آلهة أخرى تزيل الحجارة عن الكهف وترمي نوم العالم كله في تلك البئر. أبو فراس، في أحد المقالات تحدثت عن الحضور الجديد للفلسفة وتأثيرها في المشهد الثقافي السعودي. هناك طبعا جمعية الفلسفة، هناك مؤتمر عقد قبل عام تقريبا. كيف تنظر للفلسفة بتطبيقاتها في وكنت تتحدث عن أهمية وجود منصة للفلسفة وتطبيقاتها ومقارباتها؟ حقيقة يعني حضور الفلسفي لم يكن فقط في المشهد الأدبي، وإنما تأسس كمنهج دراسي أكاديمي في 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 التعليم العام وحتى التعليم الجامعي إذا أمكن. كنا ننادي في التسعينات أن تكون هناك مراكز بحوث تعتمد على تخصصات فلسفية داخل الجامعات الأكاديمية، لكن لم تتحقق إلا في 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 مع الرؤية. حدثت قفزات كبيرة جدا على مستوى الأكاديمي وحتى على مستوى المشهد الأدبي. طبعا تشكل جمعية الأدب بقيادة صديقنا الدكتور عبدالله المطيري أعطى حافز قوي للشباب، لفئة من الشباب يهتمون بالفلسفة وكانوا لا يمتلكون منصة رئيسية يطرحون فيها أفكارهم الفلسفية. حدثت هذه الجمعية لتؤسس لشيء من هذا القبيل. أعتقد في فترة التسعينات كنا ننادي داخل مجالس أدبية خاصة أن يكون هناك فئة من الشباب تهتم بالفلسفة وتتداولها. الآن الوظيفة الحقيقية للفلسفة الآن أن تطرح قضايا الشأن العام وتحاول أن تبحث عن إجابات عنها، وهذا ما جرى في المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني. قضايا كبرى تهم العالم وليس فقط المشهد السعودي، ولذلك أنا أعتقد أن الفلسفة من خلال الجمعية ومن خلال أنشطة أخرى في المنصات سوف تساهم في السنوات القادمة لإبراز بعض الحلول التي تعتمد على مجهودات شبابنا في إعطاء حلول فلسفية للعالم أجمع. طيب أبو فراس، من يقرأ أو يستمع يعني حديثك في بعض المنصات ولقاءاتك دائما تستخدم مصطلح من العمق ومصطلح الكتابة، وأنت تتناول الظواهر الثقافية والأدبية في المملكة، يعني كانت هذه المتلازمة مع كل ما يطرحه ويتحدث به محمد. هذا كثيرين يلاحظون هذه النقطة، لكن أعطيها مبرر ربما يعود إلى البدايات. أنا أعتقد بأن مصطلح الكتابة أو ثيمة الكتابة ثيمة لازمتني منذ وعيت إلى مسألة الكتابة. النقطة الأساسية في هذه الثيمة أو هذا التوجه العام المشرب بكل تأثيراته على نفسيا وروحيا وحتى فكريا، كنت منذ الطفولة حقيقة متأثر بجدي لأبي. جدي لأبي كثير السفر، ويأتي إذا جاء إلى المنزل يجمع أولاده وأحفاده، وكان قصاصا ماهرا يحفظ من التواريخ الشيء الكثير. فكنت أحبب في هذه النقطة اللي أثرت فيني كثيرا،
يبدأ يسرد لنا أحداث تاريخية من ألف ليلة وليلة وعنترة بن شداد. فكنت مسحور بهذا الإلقاء، فدعاني حفزني أن أمسك هذه الكتب. الكتب كانت صفراء اللون، كنت لا أفهم القراءة بشكل مباشر، أفهم هذه الخطوط العريضة، الخطوط المزخرفة من الكتابة القديمة. الشكل الكتابة شدتني كثيرا، فأصبحت ملازمة لي لمعنى الكتابة. ولذلك بعدما وعيت مسألة الكتابة لازمتني بطريقة كبيرة جدا في البحث عن مفهوم الكتابة، تشكلاتها والحضارة وكل هذه أمور أخذت هاجس كبير من كتاباتي. ولذلك في البدايات يمكن عندي كتاب شعرية الكتابة والجسد، كتاب كامل عن شعرية الكتابة والجسد. بعض الأحيان أنا أهتم ولازلت لا أبحث عن تجنيس النوع الأدبي، وإنما أبحث عن الكتابة وتصوراتها عند المبدع وعند الكاتب وعند المفكر. هذا الهاجس هو يعتبر بالنسبة لي ثيمة، وهذا نوع من العمق أذهب فيه للعمق. كما أدعي البحث عن العمق بحث عموما يعطيني نوع فضول أني أبحث عن شيء متميز، هذا لا أقل ولا أكثر. طيب، في أحد مقالاتك أبو فراس تحدثت عن ما يمكن أن نسميه بالقطيعة بين الجامعات وبين المثقف المستقل، ونجدا الأكاديميين ذهبوا إلى منصات الثقافية والأندية وأصبحوا رؤسائها في الكثير من مدن المملكة. بالمقابل لا يجد المثقف المستقل تلك المساحة في الجامعات. أعتقد أن هناك أحد المرات دعيت لمحاضرة في أحد الجامعات. أي بالضبط، حدثت حادثة، دعاني أحد الدكاترة الذين ينتمون إلى قسم الأدب والترجمة في أحد الجامعات لإعطاء محاضرة للطلاب، كانت نشاط طلابي. لكن تفاجأت بعد فترة بأن الدكتور اعتذر مني، لأن عميد الجامعة عقب على الاستضافة بأنه عميد الكلية أو مدير الجامعة؟ لا، عميد الكلية أعتقد، بأن هذا الشخص لا بما معناه لا يستحق الدخول إلى الحرم الجامعي لأنه ليس مؤهلا أكاديميا. هذه كنت أطالب بتلك الفترة يجب على الجامعات أن تفتح لمبدعيها الباب ليتواصلوا مع الطلاب. لماذا مبدعين، ولما تتتبع تواريخهم مبدعين الكبار، لم يكن لهم نافذة للدخول إلى الجامعة والحوار معهم. أنا أتذكر في إحدى المهرجانات في مصر، في مهرجان طنطا على سبيل المثال، استضفت وكانت كل الحوارات داخل الجامعة مع لقاء مباشر مع الطلاب. بينما الأكاديمي يجد مكان له في الأندية الأدبية والجمعيات والله ما أعرف كيف أفسر الموضوع، لكن بالنسبة لي أفسرها أن الأكاديمي هي سلطة، والنفاذ إلى هذه السلطة محتاجة إلى قرارات. يعني طيب، تربطك علاقة حميمية وصداقة وطيدة مع الشاعر الجميل جاسم الصحيح، الذي قال عنك قبل أكثر من عقد من الزمن بأن محمد الحرز هو الاسم القادم في المشهد الشعري السعودي. أنت ماذا تقول عن جاسم الصحيح؟ جاسم بالنسبة لي أيقونة شعرية فذة جدا، وتضاف إليها أيقونة إنسانية. نادر، من النادر أن تجد شاعر يملك هذا الحس الإنساني. دائما نحن نرى الشعراء فيهم نوع من النرجسية، وهذا حق موجود، صحيح. مبررة في كثير، مبررة في كثير، لكن جاسم لا، مختلف تماما. عنده هذه الأنا ذائبة في الأنا الجماعي، وهذه روح ملتزمة بالأحساء، وفيه إنكار للذات وزهد في حق نفسه وحريص على الآخرين. أي طبعا طبعا طبعا، لذلك أقول الجانب الإنساني عند جاسم هو المحفز للإبداع أكثر أيضا، لأنه يعطيه دافع قوي أن يقدم نفسه كأيقونة وكرمز، وهو رمز حقيقي. صحيح، ما دمنا في الشعر ورموز الشعر، لماذا
أبكى محمد الحرز الشاعر الكبير قاسم حداد في تلك الأمسية في إثراء. ماذا لمست فيه؟ حقيقة لما قيل لي نريد أن تقدم قاسم وأعرف أن قاسم وهذه قناعة القناع كل شاعر عندما يتقدم في السن ويكون في تاريخه كثير من الأمسيات حضرها وكثير من الندوات، يحتاج فقط عندما يكبر الشاعر أن يكون حميم، أن تستكشف خارطة حميميته كيف. ولذلك ركزت على الأب. أعتقد أن الأب ضروري ومهم جدا للشاعر عندما يكبر. بمعنى آخر، عندما تكبر تنظر إلى 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 الحياة منظار الأب بشكل مختلف. ولذلك حضور الأب مهم جدا عندما يكبر الشاعر ويشعر ب بالحنين إلى 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 الطفولة. من نشعر بحنين الطفولة نحتاج الأب. وتألق في تلك الأمسية وأعطى بك طبعا وقال لي بالحرف الواحد: أنت يا محمد أبكيتني من العمق. ونرجع لكلمة العمق، أبكيتني من العمق. وهذا طبعا استنطاق أعتقد جيد للشاعر. صحيح. طيب أبو فراس الشاعر والناقد، هل هناك يعني، هل أنت بصدد كتابة سيرة ذاتية أو رواية؟ والله لم أفكر إطلاقا أن أكتب رواية. ربما لست قصاصا ماهرا ولست حكاء ماهرا، لكن أمتلك أدوات السرد وهذه أستخدمها نقديا أو في الأدوات النقدية. لكن بلا شك هناك مواضيع كثيرة جدا تنتابني بين الحين والآخر أكتب جزء منها. أنا كتبت مثلا جزء عن والدتي وعن أخوان اثنين كانوا في فترة من فترات مسافرين وثم جاءوا من العراق إلى السعودية. لكن والدتي لها تأثير قوي جدا على تربيتي الطفولية. أنا عشت في بيت جدي لوالدتي مع خالاتي، عندي خالات ثمان نساء، عشت ما بين ثمان نساء أو تسع نساء. هذه أثرت علي كثيرا. بدأت أكتب عن الأمهات. طيب هذا متن في الرواية أو ضمن عصب الرواية والسيرة الذاتية؟ ممكن بما أن هذا المخزون موجود وهذه الشخوص موجودة. موجودة، أنا لا أنكر أنها موجودة، لكن تحتاج إلى النضج أكثر. أنا أعتقد في شخصيات عشتها في الكوت، كاركترات تصلح أن تكون ليس فقط روائية وإنما تتحول إلى أفلام بشكل كبير. لكن النضوج في الكتابة عن الرواية بالنسبة لي تحتاج إلى وقت أكثر. السؤال الأخير أبو فراس وإجابة مختصرة: ماذا أعطاك الشعر وماذا أخذ منك؟ الشعر أعطاني، سؤال صعب والله، لكن أعطاني الشيء الكثير، من أهمها أعتقد معرفة الحياة والناس، وأخذ مني الوقت الذي ينبغي أن أقضيه مع عائلتي. الشاعر والناقد محمد الحرز، أشكرك ونامل أن نكون قد وقفنا معك مع المشاهد على أهم المحطات الإبداعية في مسيرتك شاعرا وناقدا ومبدعا نعتز به. شكرا لك. ألف شكر ومعزة، وبالعكس الشرف لي أن أكون مع أستاذ جابر الذي دخلني في دهاليز الذاكرة والكتابة، وهذا شيء كنت أتمناه من زمن. شكرا لك. شكرا لك. يقول الشاعر الكبير جاسم الصحيح عن ضيف صنوان: محمد الحرز يمثل علامة فارقة في ثقافة المكان في الأحساء. لا شيء في الأحساء أغلى من النخيل سوى كتاباته وإبداعاته، فهو الناقد الذي يشم رائحة القصائد على بعد آلاف الأميال، وهو الشاعر الذي يسكن
في أقصى مجازات الشعر والحياة، لا يهادن في الطريق إلى الحقيقة لأنه من أخلص جنودها، ولا ينخدع بالسراب لأنه يسمع جيدا خرير الماء في ينابيع الحياة داخل أعماق نفسه. أما نحن في صنوان فقد وجدناه بذلك الحضور العميق والحديث الواعي، مع أنه كما يبدو لمجايليه ومحبيه زاهدا في حق نفسه مقلا في حضوره الإعلامي، إلا من خلال طرحه المتميز في كتاباته ومقارباته النقدية وعبر قصيدته التي يقول عنها إنها ليست إلا كياني ووجداني وروحي. أنت والنخل صنوان، هذا الذي تدعيه النياشين، ذاك الذي تشتهيه البساتين، هذا الذي دخلت إلى أفلاكه العذراء، ذاك الذي خلدت إلى أكفائه العذراء، هذا الذي في الخريف احتمال وذاك الذي في الربيع اكتمال.